أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة على أن الشباب البحريني مرتكز أساسي في الخطط التنموية، كون الاستثمار في الشباب وتمكينهم أحد الأهداف المحورية ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية. نعم، جاء ذلك خلال إطلاق معهد الإدارة العامة برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركة الخارجية الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم تجاه نشر القيم الوطنية والهوية البحرينية في مختلف دول العالم. يعتبر القطاع الشبابي في مملكة البحرين من القطاعات الهامة التي تشكل محورا أساسيا في أولويات اهتمام الحكومة، حيث يتم دعم هذا القطاع بمختلف الوسائل لتحقيق تطلعات الشباب البحريني بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة للوطن من خلال عدد من المبادرات المهمة التي صممت لتصنع مسيرة جديدة للشباب البحريني. وفي هذا الإطار أطلق معهد الإدارة العامة برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية الذي يهدف لتوفير فرص لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تطورهم المهني من خلال اكتسابهم المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل عن طريق التدريب على رأس العمل في مؤسسات عالمية. كان هذه الفرصة جميلة جدا أن نلتقي بالكوادر البحرينية اللي راح إن شاء الله تمثل مملكة البحرين في الجمهورية. دور المعهد اليوم لإعداد وبناء قدرات الطاقات البحرينية الشابة في مختلف الميادين، وفي ذلك أنهم ما يمثلون مملكة البحرين أيضا في الخارج. الفريق اللي راح يطلع اليوم إلى كوريا راح يعمل هناك ويلتقي بالخبرات الموجودة هناك والتقنية العالية الموجودة في كوريا، وإن شاء الله يرجع مملكة البحرين ويعطينا نقلة نوعية من هذه الخبرات بإذن الله تعالى. هذا البرنامج التدريبي المقدم من معهد الإدارة العامة يرمي إلى تأهيل وإعداد المشارك من خلال مجموعة من الوحدات التدريبية التفاعلية التي ستسهم في تعزيز دوره تجاه القيم الوطنية والهوية البحرينية وإكسابه مهارات التعامل مع مختلف الشخصيات في المهام الرسمية وفق البروتوكول وطبيعة العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والجهات المستضيفة. يتهني في معهد الإدارة العامة تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا، لها شكر كبير في إطلاق هاي البرنامج اللي عدنا ودربنا قبل لا نروح كوريا الجنوبية. ومن باب الإعدادات جينا من البداية شلون نمثل البحرين في كوريا، نمثل شعبنا بأفضل صورة، وبعد شلون نتعامل مع الأوادم في كوريا مع الاختلافات الثقافية والاختلافات الدينية والآخرة، وشلون نحترم بعض. احنا بنروح نشتغل في شركات يتعاملون في الاي اي، والاي اي بدا تدريجيا يتطور اكثر واكثر، فهي فرصة ان ندش تخصص ونتعلم اكثر. فان شاء الله لما نرجع احنا مو بس بنكون متعلمين في المجال، بعد متعلمين شو نشتغل مع الدول الثانية بالذات الشعب الكوري. برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية سيمكن المشاركين من اكتساب مختلف المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل وتعزيز تنافسيتهم محليا ودوليا. يأتي إطلاق معهد الإدارة العامة لبرنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية في ضوء الاستثمار في الكوادر البحرينية وتمكينهم وتعزيز دورهم تجاه نشر القيم الوطنية والهوية البحرينية أمام المجتمع الدولي. خالد العون، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.